السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عاملين ايه يا جماعه؟ زي ما قلنا لكم كل يوم في الجيم بخصوص الاشتراكات واللايكات والحركات، عايز الفيديو ده يوصل لاجمل عدد من الناس. زي ما قلنا قبل كده شعرنا نحب بعضينا. النهارده ان شاء الله الجمعه، يوم جميل ويوم جديد ان شاء الله علينا وعليكم. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه ان شاء الله العيد. النهارده ان شاء الله جاي لنا كابتن ابو نور. طبعا النهارده هو جاي عامل حسابه هياخد، لا كان فيه مكلمني هو امبارح او اول على اساس اروح استلم البطاقه. طبعا انت عارفين اللي هو عمل البطاقه وكنا في المديريه وخلصنا الكلام وانا رحت استلمت البطاقه، بس المفروض كنت رايح له امبارح، بس هو قال لي انا نازل النهارده، فطبعا انا هروح امبارح وهو هيجي النهارده، فمش هتنزل. المهم كلمني قال لي البطاقه خلصت، قلت له البطاقه فيها مشكله ورجعت، وهي البطاقه في جيبي اهي، وان شاء الله هنديها له النهارده، بس عشان انا اديها له كده اهو او نعمل كده اهو مش هتنفع. فانا قعدت افكر اللي انا هعمل فيه مقلب. هو جاي النهارده، انا كنت هعمل فيه مقلب امبارح، بس هو كلمني يوم الاربعاء سال على البطاقه، اضطريت ان انا ايه اقول له، فاضطريت ان انا مش هينفع ان انا اسافر له كده اهو واعمل فيه المقلب، فقلت خلاص هي جت من عند ربنا. هو جاي النهارده وهنعمله فيه مقلب وهننتظروه وهنكلمه دلوقتي، هنعرف اذا كان هو جاي الساعه كام او ايه الدنيا اهو، وهنشوفه كده اهو برده في المكالمه على الله، بس ايه يكون فاضي ويرد علينا. الو السلام عليكم. وعليكم السلام يا اهلا. صباح على عيونك وجمعه مباركه علينا وعليك وعلى كل الناس ان شاء الله. كل سنه وانت طيب يا ريس. انت عامل ايه؟ 100 100 الحمد لله. ان شاء الله حضرتك جاي النهارده ولا ايه الدنيا؟ هنظبط الدنيا ورن عليك يا مسهل الحال. ايوه على اساس انا يعني اظبط ايه دنيتي، انا كده كده نزلت بدري اهو على اساس اروح اخلص، عشان لسه برضو ايه البروش جازو والحاجات دي والاوراد والكلام ده. طيب ان شاء الله احنا كده المفروض كنا مستنيين البطاقه على يوم الاحد، لسه بيقولوا احتمال نبقى اجازه. انا بقى السطار يعني، انا مستني منه تليفون بكره. فربنا يسهل. هي لو ما كانش الغلطة اللي في الاسم دي كان زمانها معانا، بس يلا كل شيء نصيب. وكده كده خلاص يا ريس، انت من ناس اسكندرية يعني. تمام يا ريسي، قبليها بساعة او حاجة بالله عليك ابقى كلمني على اساس ايه، عشان احنا هنطلع على البحر هيبقى ايه الناحية تانية، اعرف اقفلك في حتة ان شاء الله. تيجي بألف سلامة وصباحك زي الفل يا رب. صباحك عسل. مع السلامة باشا. طبعا كده يعني اكيد هو الزعل، لان المفروض كان مستنيها يوم الخميس اللي هو امبارح، فطبعا انا جيت قلت له ان البطاقه ايه ما خلصتش، فيها اسم غلط في البتاع. ادي البطاقه اهي واضحه عمر، ادي البطاقه بتاع الكابتن ابو نور اهي، جبتها ومعايا، بس طبعا مستني ان انا نديها له. اديها له بايه؟ تبقى بحاجه برده كده كويسه وبمقلب حلو. فالنهارده ان شاء الله هو كده كده جاي ان شاء الله، وكده عامل حسابه اللي يوم الاحد هيبقى اجازه، يعني هيستنى بعد العيد. طبعا كده هو هيفوجئ، بس هيفوجئ بالمقلب وبعد كده يتفوجئ بالبطاقه. ان شاء الله انتظرونا وانتظروا. كابتن ابو نور اتصل بيا على التليفون، هو الوقت اتاخر، الساعه دلوقتي 9:15، كان المفروض يجي من المغرب، فطبعا انا ما رضيتش اتصل بيه خالص على اساس انا هعمل فيه مقلب. فاتصل كان معايا مروان، ومروان ما كانش معاه التليفون الثاني، كان معانا تليفون واحد بس، فاتصل اضطريت اخلي مروان هو اللي يرد عليه. فطبعا لما رد عليه فبيساله ايه يا مروان، امال ابوك فين؟ قال له ده بابا اتعض. طبعا مروان مش عارف يقول له ايه، فراح قال له ده بابا اتعض في المستشفى. قال له طب انا كده كده لسه في هناك في دمنهور وهتصل بيه. فانا دلوقتي طلعت الطياره هخليه يتصل بقى من التليفون الاتصال ويتصل بيه، لان هو مش هيرد على النمر غريب، فهيتصل من تليفوني وهصور بالتليفون الثاني وهنشوفه ايه اللي هيتم معانا على الفيديو. ويلا بينا نشوفه، لان انا مش هحله من المقلب. يلا بينا نشوفه هنعمل. طبعا دلوقتي بنتصل اهو بيه اهو. الو السلام عليكم. ازيك يا كابتن؟ انا طياره مش مايك. عامل ايه يا عم عبد النور؟ انت عامل ايه؟ ورحمك ماله؟ احمد كان بيجرب كلب شرس وتعض في دراعه، واحنا دلوقتي في المستشفى ومش راضيين يدخلوا حد. الكلب بتاعه؟ لا كلب غريب كان بيجربه.
اه كلب قطع الشداد وراح جاي شايل له دراعه، قطع له حته من دراعه. ومش راضيين يدخلونا المستشفى واحنا احنا واقفين بره. ايه؟ ما هو جوه في المستشفى احنا مش عارفين نخش له، مش راضيين يدخلوا حد. مش عارف والله. ما هو لسه اهو مستنيين، انا واقف بره اهو مستنيين هنشوف هنعمل ايه. خلاص والله ماشي يا كابتن. هو انت مش حضرتك جاي النهارده وكان قايل لي ان انت جاي؟ اه انا بالسكه. خلاص تمام ماشي، اول ما توصل اسكندريه رن عليا واوصف لك مكاننا فين، لو لو عايز لو حابب تيجي تعال. تمام ماشي. تمام. احنا مش عارفين بقى هو كده مصدق ولا مش مصدق، بس مش عارف طريقته، حاسس ليه في حاجه، بس هيبان كده كده لما يجي ان شاء الله. احنا كده كده في المزرعه هنبتدي نخلص سريع سريع عشان نبقى مظبطين حالنا، اللي احنا مستنيين اي حاجه على طول عبال ما يجي. هو قدامه ممكن مثلا بتاع ساعه ساعه الا، احنا نحاول نخلص عندنا المزرعه ونمشي ونشوفه هنستناه فين، وهنقول له ان احنا قايلين له في المستشفى. فاحنا عندنا مستشفى، عندنا اتنين، واحده في ناحيه ابو قير وواحده ناحيه راس التين ومستشفى جهان. فاحنا هنشوفه وهنقول له احنا ايه هيبقى في انهي مستشفى، ويلا بينا نكملوا بقيه. طبعا دلوقتي مستنيين احنا دلوقتي في المستشفى. فطبعا عملت بقى ايه المقلب، وعملت لان انا كلمته وقلت له ان انا ايه اتعديت، فده طبعا شاشه اهو، وهنقول له ان المستشفى فضلت فيها ومش راضيين يقبلونا عشان العضه ايه كبيره. فطبعا احنا لحقنا بس ايه بتاع، فايه فيها دم ولحقنا. فاول ما يجي هنقول له احنا ايه رجعنا ورايحين مستشفى ثانيه، بس هنشوفه بقى هو فين بالظبط، عشان لو جاي مثلا من 45 ولا حاجه هنقول له احنا راجعين دلوقتي راكب الموتوسيكل ورا واحد صاحبي ورايحين ان شاء الله هنروح المستشفى بتاعت ابويا. يعني هنحاول نقرب له المسافه عشان برده ما يتخش مشوار هناك لغايه هناك على راس التين ويرجع تاني. فربنا المستعان ان شاء الله، ونكملوا الفيديو بتاعنا. ايه يا كابتن؟ يا ابني لما رن عليك رد عليا على طول ما تدوخنيش. مع التليفون في الشنطه والله. طيب انت فين كده دلوقتي؟ احنا طلعنا من مستشفى جيهان رايحين مستشفى ثانيه. مستشفى جيهان. ايه؟ ايه؟ ما مش راضيين يقبلوه فيها. يا راجل. بيقولوا له العضه جامده ومش عارفين حتى يوقفوا الدم. انا ليه؟ والله ما عارفين يوقفوا الدم اللي نازل من ايده. اه. بس رايحين على مستشفى جيهان. جيهان؟ اه. فين دي؟ في العصافرة. في العصافرة؟ اه. هو طب انت فين كده؟ احنا كده كنا داخلين راس التين اهو. تمام. انت عارف مستشفى جيهان طيب؟ ايوه عارفينها في العصافرة. طيب تعال تعال هتلاقيني هناك عندها، هتلاقينا قدام المستشفى. ماشي، اول ما تستقر بس كلمني. تمام ماشي. تمام ماشي ماشي ماشي. ايه البيره من الدرجات الطياره؟ ما ده شايل له حته من دراعه، شايل له حته منها، شايل له حته من دراعه. اه ماشي ماشي طيار. ماشي. الو الو يا ابو نور. ايه يا حبيبي عامل ايه؟ معلش بقى عرفتك انا، معلش بتاع جيهان بدون المصر، لان هناك رحت راس التين ما رضوش يدون المصر. اه حتى هو لفيت عليها شاشه عشان عبال ما اروح البيت. طيب خلاص انا خلاص انا كده ناحيه جمال عبد الناصر كده النحو. انت فين؟ انا كده كده خلاص لفيت عليها شاشه الحمد لله، بس هو كان اهم حاجه بس اخد المصر وخلاص الحمد لله. الحمد لله. وعطوني بقى الورقه. عطوني الورقه دي اللي بيكتبوا فيها دي، وقالوا لي انت محاول الله. ما الاثنين اغبيه اغبيه. انت فين دلوقتي؟ طب ماشي انت طيب. الحمد لله اللي ما لفتش يلا الحمد لله. طيب إيه انت ممكن بقى في محطه الرمل هتتمشى، شوف هتروح عند كليوباترا ما تروح مقعدنا، ولا عايز تقعد في حته ثانيه؟ طيب خلاص وانت ماشي كده اهو اقعد عند كليوباترا، ان كده كده انا وانا حاجه انا كده كده هتشطف واغير وادي. طيب طب انت عندك كليوباترا؟ هجيلك. هجيلك. طيب
انت رايح لحد؟ طيب لا انا قصدي عشان ما يبقاش مشوار، انت اقعد في كل فترة انا هجيلك، انا مش عايز الففك. عليه الصلاة والسلام. طيب طب طيب لو انت هناك انا ممكن اخلي حد لو عايز تقعد عند القلعة. تقعد عند القلعة؟ طب اقعدوا في الكافيه ده وانا هكلم دلوقتي واحد اخليه يظبط لنا القعدة هناك. خلاص ماشي حبيبي. حول الله، انا معايا طيارة ومعايا مروان، الاثنين جننني النهارده. المهم رايحين دلوقتي، بس طبعا عشان اجيب دم دخت، كل ما اخش على جزار الاقيه لسه لامح من شويه ونشف الدم، فطبعا الميكروكروم ما كانش نافع معايا، فاضطريت ان انا اخش على جزار اجيب منه دم. قعدت الف لغايه ما لقيت واحد لسه دابع، رحت جايب دم وحطيته في الايه في الشاش ورايح له عشان يبقى المقلب ايه مقلب مظبوط معدود وفي دم مش في ميكروكروم. ورايحين دلوقتي بقى وهنشوفوا ايه الدنيا ويا مسهل الحال، وانتظرونا ان شاء الله في باقي الفيديو. طبعا دلوقتي ابو نور لغايه دلوقتي يعتبر شارب المقلب، بس كلم هو بقى، سمعت من الناس اللي هو عمل لايف وقال لي انا في المستشفى، طبعا هو لسه ما اكتشفش المقلب، لما نقعده هنشوفه بقى نكتشف المقلب ان شاء الله. يلا بينا. طبعا مشرفينا ومنورينا في اسكندريه. طبعا رايحين دلوقتي على القلعه، نلحق احنا نصور بسرعه بعد كده هنصور الاول. ما يخرج يا جماعه اهو، وداخلين انت ما فيش فايده. دبات على وشك بابا. وانت كنت بتصور من الجلتيره واحنا كنا. ادي احمد مايكل يا جماعه. الف سلام عليك يا باشا. اخبار ال انا مش هسالك على الذراع، انا اهم حاجه على الكلب. الكلب عامل ايه دلوقتي؟ تمام. لسه بقى مش عارف. الكلب دلوقتي. كلب بيتبول احمد؟ لا كلب جيرمي. جيرمي. هي الناتشا. اما هي ما هي دي قبل كده برضه الواحد شافها. بس دي كان متكلم. انا كان عملت لايف للناس وقلت لهم ما انا لقيت اسكندريه الدنيا مهوله دي. كله عمال يتصل. احنا مساء عليكم يا جماعه، يلا بينا نخش القلعه عشان نشوف اخبار العاده دي ايه ونطمن على الكلب ممكن يكون جاله سعار ولا ايه.